أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الوطني رواد الأعمال. كما عودناكم في كل حلقة أن نستضيف نخبة من رجال الأعمال المتميزة. اخترنا لكم اليوم السيد عماد العبيدي، صاحب ومؤسس عماد العبيدي لتجارة قطع غيار السيارات المستعملة. أستاذ عماد، بحب نرحب فيك بداية معنا اليوم في برنامج رواد الأعمال. نورتنا ونورت شاشتنا المتواضعة. حابين نتعرف عنك ونعرف السادة المشاهدين عن شخصك الكريم. أنا عماد العبيدي، جيت الإمارات سنة 2004، فجلت أخذ بضاعة وديها على العراق، فشفت البلد يعني آمن وشغل بي حلو والبزنس بي حلو وفي فرص كبيرة، فجيت مرتين ثلاثة إنه حبيت إنه أبقى هنا أنا بالإمارات. فتحت أول مشروع لي 2006 ورشة تصليح سيارات، بعدين استمريت بالورشة 2006 2007 2008 وظليت أبيع وأشتري بالسيارات وأستورد السيارات للعراق أودي. بعدين 2010 رجعت فتحت قطع غيار سيارات، فتحت بالصناعية الرابعة بعد قطع غيار سيارات، استمرت قطع غيار السيارات وسكرت الجراج من 2010 2012، التهيت قطع غيار السيارات. بعدين 2012 رجعت فتحت ورشة، لأن عندي السيارات كانت كلش قوية وعندي زباين كثيرين يعني يسوقون بضاعة من الإمارات يودوها العراق، فكانت ورشة تصليح قليلة وماكو مواصفات يعني التصليح اللي هم يردوه. صحيح. ففتحت ورشة أنا لأن مواصفاتها عالية وتصليح درجة أولى، يعني نفس تصليح الشركة والوكالات. استمريت قطع غيار السيارات وبالورشة، والحمد لله الله وفقنا. بعد السوق يعني العراق شلون أقول لك، إنه صارت ورش كثيرة، فسكرت الورش مال تصليح السيارات، استمريت قطع غيار السيارات، والحمد لله الله وفقنا قطع غيار السيارات. وهي المصلحة أدوات الاحتياطية أنا أشتغلها من سنة 94. ما شاء الله، يعني خبرة واسعة يعني المجال. والحمد لله إنه الشغل هنا إنه ما بي صعوبة. ليش ما بي صعوبة؟ إنه أكو دعم من الدولة أو من الشركات أو من الشركات التأمين والتسهيلات من الجمارك، يعني نفس الوقت انه يسهلون ان البضاعه شلون تدخل لك وشلون تبيعها، ما عندك مشاكل بيها. طبيعي. كنا بموقع بالصجعه، تعرفون الصجعه صايم، كنا مسكرين هنا فتره تقريبا 5 سنوات. 2020 طلع قرار انه تنفتح الصناعيه الخامسه. الحمد لله جيت دخلت هذا الجراج وبلشت بيه ومن الصفر، مشت الامور بفضل الله، والزباين عرفوا انه احنا هنا عندنا زباين يعني بفضل الله كثير من كل الدول يعني. وليس عمان، سعوديه، بحرين، قطر، العراق يعني، وفي من دول افريقيا يجون يسوقون من عندنا. استاذ عماد، خبرنا اكثر عن الخدمات او المنتجات اللي بتقدمها، نوع قطع غيار السيارات اللي بتقدمها للعملاء. يعني اكثر المواد اللي قدمها للعملاء الميكانيكي السيارات عام، اكثر التجار الصناعيه هنا بالإمارات يبيعون بضاعتهم جملة، يعني جملة كيف يوزعوها على الدول اللي تحتاجها. فظل عندنا شحة بالسوق هنا إنه قطع غيار مو متوفرة، أكثر الناس تبيعها جملة. صح. فيجي يفتر الزبون بالمنطقة يريد البضاعة ما يحصلها. فانتبهت على هاي الفقرة إنه العالم تبيع بضاعتها جملة وماكو بضاعة بالسوق. فقمت أشتري بضاعة أنا من السوق وأوفر البضاعة، نوفرها للمستهلك داخل الإمارات وداخل مجلس التعاون الخليجي، يعني مثل السعودية، عمان، قطر، بحرين، يعني يجون يأخذون بضاعة يفترون أكثر من محل ما يحصلون البضاعة، يقولون فقط حصلها عند عماد العبيدي، ويجون يأخذون القطع من عندي. نعطي ضمان للزبون أكثر من 15 يوم، ولو عدتنا 15 يوم إذا كان الزبون خارج الدولة وطلعت الحاجة عنده إنه فيها مشكلة، يعني فيها مشكلة، إنه نقول له مو مشكلة ترجعها نعطيك مكانها بدل. ما شاء الله. فأكثر الزباين حبت إنه تتعامل وياي، ليش؟ يقول لك إنه أنت ترجع وتساعد، هاي ما حد يعملها بأكثر المحلات، يقول لك أنا أبيع لك الحاجة خلاص ما ترجع. طبيعي فعلياً المصداقية يعني هي نوع من أنواع المصداقية اللي فعلاً بتساعد دائماً على إنه العميل يستمر مع نفس المشروع اللي هو مفتوح. طبعاً. حابين نعرف طبعاً في ظل المنافسة الشديدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، في إمارة الشارقة بالتحديد على موضوع قطع غيار السيارات، حابين نعرف احنا شو المميز عندك عن باقي المنافسين. المميز عندنا ماكو مميز هو عالميا، اذا اكو تنافس كبير.
بس المميز اللي عندنا انه احنا يعني الزبون نوصل للحاجة اذا هو كان ما موجود، والفلوس توصل بعد ما توصل القطعة إلى ويشدها ويحول فلوسها عن طريق البنك او عن طريق الانصاري. الميزة الثانية مثلا عندنا مثلا الزبون يريد يركب الحاجة وما يعرف جراج وين يركبها، فاحنا نساعده بهاي المسألة ونروح نوقف وياه بالجراج. ابني طبعا موجود اللي يساعد بهذا الموضوع، يروح للزبون يركب القطع للزبون ونعطيه ضمان عليها ونوقف وياه لحد ما انه سيارته تخلص. والميزة الثالثة انه شوف لك يعني انه ما نخسر زبون، زبون ما نخسره ما نتكلف الظروف، انه خلاص لو كان هو خطأان احنا نتحمل خطأه ونعتذر من عنده ونرجع لحاجته. ما شاء الله ما شاء الله عنكم، يعني بصراحة قمة في الاحترافية الحمد لله في التعامل مع جميع العملاء. طبعا معانا اليوم أستاذ فهد العبيدي، نرحب فيك بداية. حابين نعرف أكثر عن هدفك تجاه السيارات الكهربائية، مثل ما ذكر والدك أنه في لك هدف وتوجه نحو السيارات الكهربائية، خبرنا أكثر عن الخطة المستقبلية في هذا المجال. مستقبلا راح يبدأ أنه هو بادئ من السيارات الهايبريد الكهربائية جميعها كل أنواع الشركات، مستقبلا راح تكثر هاي الشغلة أكيد، وخاصة أنه السيارات القديمة قاعد تصرف بترول بزيادة والناس قاعد تتوجه للهايبريد، فلما الناس توجه للهايبريد احنا نريد نوفر لهم قطع غيار سيارات هاي للهايبريد، مثل بطاريات، مثل الاشياء مال السيارات الاستهلاكيه مثل الجير، البطاريات الكهربائيات اللي بالسياره اللي تجي، فنحاول نوفرها على قدر المستطاع وخاصه بالسيارات الامريكيه صحيح قليلا ما يشتغلون فيها ويفكرون فيها. خبرنا اكثر عن الهدف والرؤيه المستقبليه. الهدف والله أنا ناوي أكبر مشروع كلش كبير، يعني فاتح ناوي أفتح وكالة قطع غيار جديد يعني وليس فقط مستعمل، يعني حاب أطور نفسي، وابني خاصة حاب يشتغل بالسيارات الحديثة اللي هي الكهربائية بالمستقبل، يعني الهايبرد والكهرباء، إنه ناوي يفتح شغل بعد أكبر وإن شاء الله الله يوفقنا إنه أخلي ابني يستمر بسيارات الكهربائية بالوقت الحالي إنه صارت عليها طلبيات كبيره صحيح والهايبرد، فان شاء الله باذن الله الله يوفقنا لهذا العمل ما شاء الله. طبعا نتمنى لكم دائم النجاح والتوفيق ان شاء الله، وان شاء الله من نجاح الى اخر. طبعا لازم نذكر الامن والامان، النعمه التي يحسد عليها جميع من يسكن في هذه البلد الطيبه. خبرنا اكثر عن الامن والامان. السبب الرئيسي اللي خلاني ابقى بالامارات وان اجيب اولادي من العراق واللي هو الامن أكيد، وأنه أولادي أنه أسافر أروح أرجع أنه بابي وبيتي مفتوح صحيح. وبالنسبة للعمل أنه هاي الأبواب كلها مفتوحة، تعتبر الدرجات مكشوفة وماكو سرقات وماكو مشاكل عندنا، ثم يقول ليش أكو أمان صحيح. الأمان هو أهم شيء بالدنيا. نشكر يعني شيوخ الإمارات والوافدين بالإمارات على كل من ساعد بالأمن يعني أكيد، والحمد لله والشكر على الأمان ونعمة الأمن والأمان. طبعا حتى من برنامج وطاقم عمل برنامج رواد الأعمال موجه رسالة شكر لجميع شيوخ دولة الإمارات العربية المتحدة. في نهاية حلقتنا بنحب نتشكرك طبعا على وجودك معنا اليوم، شرفتونا نورتنا ونورت شاشتنا. حابين نعرف كيفية الوصول والتواصل لعماد العبيدي لتجارة قطع غيار السيارات. أرقام التليفونات موجودة عندي، الفيسبوك صفحة على الفيسبوك باسم عماد العبيدي، على الانستغرام باسم عماد العبيدي، والواتسابات موجودة أكثر بالرقم للتواصل، وموقعي موجود، تكتب على جوجل ماب تكتب عماد العبيدي بأي مكان يطلع لك الموقع. ما شاء الله عنكم، طبعا شرفتنا ونورتنا أستاذ عماد. جميع أرقام التواصل سوف تظهر أسفل الشاشة أعزائي المشاهدين. إلى هنا ننهي حلقتنا الأسبوعية مع ضيفنا المميز، تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم ABC العربية. دمتم بخير وفي أمان الله.